هل المأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا قرأ الإمام إن الله ملائكته يصلون على النبي؟ نعم، للمأموم أن يفعل ذلك. وقد كان ابن عباس إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلى. وعمر سمع إماما يصلي في الصلاة، عبد الله بن السائب، يصلي العشاء ويقرأ فيها وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وكان عمر يصلي خلفه، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وبآية فيها تحميد حمد، أو سؤال سأل، أو عذاب تعوذ فيها رحمة سأل، إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وآية فيها عذاب تعوذ، وهي فيها تسبيح سبح. هذا والله أعلم.